السلام عليكم. موضوع اليوم هو الانتيجين. الانتيجين any substance that satisfy the following properties. كل مادة تحقق ذني الشرطين تعتبر ضمن تعريف الانتيجين. الاميونوجينيسيتي والانتيجينيسيتي. اميونوجينيسيتي and antigenicity. الاميونوجينيسيتي the ability of an antigen to induce immune response. خلي جوا induce immune response خلي خط. يعني هي هنا التعريف الدقيق induce the immune system in the body اللي هو الهيومرال والسيل ميدياتد اميونيتي. يعني البي سيل زائد انتيجين طبعا تصير الاكتيفيشن تتحول الى فاكتور بي سيل اللي هي البلازما سيل وسكريت انتيبادي زائدا الميموري. التي سيل مع الانتيجين تحول الى فاكتور تي سيل والافكتور تي سيل هي ايضا الهيلبر تي سيل او سيتوتوكسيك تي سيل زائدا ميموري تي سيل. فاذا any substance that satisfy this property that is mean it is immunogenic. Immunogenic أو immunogenicity more appropriate called immunogen. هذه المادة that induce the immune response نسميها بالimmunogen. هو هذا التعريف الدقيق إلها. طيب الاميونوجينيسيتي والانتيجينيسيتي ذني مترادفات، يعني تستخدم هاي وتستخدم هاي، بس من هي الادق، من هي الاصح؟ الاصح هي الاميونوجين او الاميونوجينيسيتي. الانتيجينيسيتي او الانتيجين يختلف عن الاميونوجين. The ability of an antigen to combine specifically with the final product antibody أو T cell surface receptor. فإذا الانتيجين لا يشترط به أن يسوي يعني induce the immune response، وإنما من يصير induction للimmune response ال product مالته اللي هو الانتيبادي أو ال التي سيل سيرفس ريسبتر اذا تفاعلت وياه فهي الانتيجين، بس مو شرط ان تسوي اندكشن للاميون ريسبونس. فكل جزيئه كل مولكيولز ذات هافينج اميونوجينيسيتي هي يعني لزاما ان تكون انتيجينيك. كل مادة اميونوجينيك هي انتيجينيك، وليس كل انتيجينيك هي اميونوجينيك. اكو فرق. الاميونوجينيك يعني سبستانس انديوس ذا اميون ريسبونس اند رياكت وذ ذا برودكت اوف ذا اميون ريسبونس، في حين الانتيجين او الانتيجينيك تتفاعل فقط يعني react with the product of the immune response، بس مو شرط تسوي induction للإميون response. الأكو عندنا تعريف آخر أو مصطلح آخر نستخدمه دائما الأبيتوب أو الانتيجينيك determinant، هو نفسه التسمية، هي the smallest unit of antigenicity. الجزيئة بها يعني جزيئة الانتيجين او الاميونوجين بها فد مكانات معينة، هذه المكانات هي عبارة عن وحدات للانتيجينيسيتي. small area present on the antigen comprising of a few 4 to 5 amino acid or macro or monosaccharide residues. طيب ما هي هذه الابيتوب او الانتيجينيك ديترمينانت؟ هي عبارة عن
مكانات فد اريا سمول اريا موجودة على الانتيجين، تتكون اذا كان الانتيجين بروتين من 4 إلى 5 امينو اسيد يعني حجمها. اما اذا كان مثلا بولي سكرايد هو عبارة عن مونو سكرايد رسيديو، فد جزيئات بسيطة من المونو سكرايد. That is capable of sensitizing T and B cell. هي هذه الابيتوب هي اللي يسوي sensitization to T and B cell. فاذا الابيتوب هي الاكتيف سايت اوف ذا انتيجين. السبيسيفيك سايت اوف ان انتيبودي ذات رياكت وذ ذا كورسبوندينج ابيتوب اوف ان انتيجين نسميها باراتوب. الباراتوب هو الجزء الفاريبل هذا الموجود على الانتيبودي اخذناه بالمحاضره اللي قبلها اللي يتفاعل مع الابيتوب فنسميه بالباراتوب. انواع الابيتوب اما السيكوينشال او اللينير ابيتوب، وهذا عاده يكون التارجت للتي سيل. بريزنت از ا سنجل لينير سيكوينس اوف فيو امينو اسيد ريسيديو، هذا فقطعه صغيره من البولي بيبتايد يعني من الامينو اسيد اللي حددناها باربعة او خمسة امينو اسيد. الكونفورميشنال اور نون سيكوينشال ابيتوب هذا الفلكسبل ريجن فاوند اون فلكسبل ريجن اوف كومبلكس انتيجين هافينج تيرشيري ستراكشر. الجزيئه الانتيجين اللي تكون عاده كومبلكس و بيها التيرشيري ستراكشر هذا التركيب الرباعي لها تكون ملتفه وتكون معقده التركيب، فهو الجزء الفلكسبل ريجن الموجود على هاي الجزيئه فورمد اللي يتكون باي قلنا باي السيرفس ريسيديو فروم ديفرنت سايت ابيتوب تشين ديورينج اتس فولدينج انتو تيرشيري ستراكشر. هذا التيرشيري ستراكشر منين جاي؟ جاي من الفولدينج اوف ذا مولكيول، فولدينج اوف ذا مولكيول. فالسطوح اللي او التشين هاي مال البابتايد عند ما تلتقي تكون فت قطعه صغيره على سطح الانتيجين. سيلز ريكوجنايز سيكوينشال ابيتوب التي سيل، تي سيل هي تسوي ريكوجنيشن للسيكوينشال ابيتوب، واحنا نعرف التي سيل ريسبتر هو ريكوجنايز ذا بولي بابتايد القطعه الصغيره من البولي بابتايد اللي يعرضها منه يعرضها الام اتش سي اللي موجود على سطح الماكروفاج. بينما البي سيل بايند تو ذا كونفورميشنال ابيتوب، البي سيل عاده هي اللي ترتبط بالابيتوب اللي موجود بالجزيئات المعقده اللي بيها تيرشيري ستراكشر الملتفه او المعقده. الهابتين ايضا مصطلح عندنا هو الهابتين هو لو مولكيولر ويت مولكيولز، جزيئات صغيره من الانتيجين حجمها كلش قليل يعني صغيره جدا وبمفردها كان نوت انديوس اميون ريسبونس، لكن تصبح انتيجينيك شوكت عندما يرتبط بها الجزيئه اخرى، جزيئه اخرى كارير يرتبط بهذه الجزيئه يكبر حجمها حجم المولكيولز هذه وتتحول الى انتيجينيك بالحاله النهائيه. فالهابتين كان بيكوم اميونوجينيك شوكت قد ما يرتبط ويا لارجر بروتين مولكيول اللي نسميها بالكارير. طيب الهابتين كارير كومبلكس هذا من تكون قادر على اندكشن اوف ذا اميون ريسبونس ان ذا بودي، ممكن ان يحفز الجسم على تكوين الانتيبودي على تكوين سيل ميديتد اميونيتي.
It is observed that animal immunized with such a Haptin carrier conjugate produce antibodies specific for epitope of the Haptin. الهابتن هذا اللي هو جزيئة الانتيجين الصغيرة الغير قادرة على inducing the immune response. لو ربطنا بها الكونجيجيت هذا الكارير بروتين فراح يكبر لنا هذه الجزيئة وتتحول الى انتيجينيك الى اميونوجينيك يعني تحفز induce the immune system. فهي اذا شراح يتكون الانتيبادي عندما يصير اكتيفيشن للاميون سيستم الابيتوب اوف ذا هابتين الانتيبادي الما تتكون تتكون لجزيئه الهابتين ان الترد ابيتوب اون ذا كارير بروتين. طبعا جزيئة الهابتين ما راح تتغير عندما نربطها نسوي لها كونجيجيشن ويا الكارير هذا. و a new epitope formed by combined part of both the هابتين and carrier. وراح تتكون عندنا جزيئة ايضا جزيئة كبيرة يعني هي بحد ذاتها تسوي inducing of the immune system. الهابتنز لو ردنا نصنفها اما تكون يعني كومبلكس بها اكثر من ابيتوب او سمبل تحتوي على وان ابيتوب. الفاكتورز انفلونسينج اميونوجينيسيتي ما هي العوامل اللي تأثر بالاميونوجينيسيتي للمولكيولز اي مولكيولز ناخذها من العوامل اللي تأثر بها تأثر بها السايز اوف ذا انتيجين هذا قلنا عليه كل ما جزيئه تكبر كل ما يزود المولكيولر ويت مالتها كل ما تكون انتيجينيك افضل. الكيميكال نيتشر اوف ذا انتيجين التركيب الكيميائي يعني اذا كانت بروتين بوليسكرايد او كذا طبعا الافضل هو البروتين هو يعني رقم واحد بالاميونوجينيسيتي. والسسبتابيلتي اوف انتيجين تو تيشو انزايم البروتين مال هذا الانتيجين عندما يدخل للانسجة اللي من ضمنها الوايت بلاد سيلز اللي هي الانتيجين بريزنتينج سيل الماكروفاج او النيوتروفي هذا راح يتعرض بعمليات البروسيسنج الى مجاميع من الانزيمات وهذه تقطع او تهضم البروتين. فالبروتينات اللي او اذا كانت الماده تقاوم هاي يعني ريزيست تو ذا تيشو انزايم الحقيقه ما راح تصبح انتيجين الا اذا كانت بروسيست اند بريزنتد على الماكروفاج. ستراكشرال كومبلكسيتي كل ما يكون الانتيجين كومبلكس ببعض الامينو اسيد اللي هي اروماتك بها حلقات مال البنزين انتم تعرفون الامينو اسيد اللي بها اروماتك مولكيول هذه تكون افضل تكون كل ما تكون معقده الجزيئه كل ما تكون اميونوجينيك افضل. فورنس تو ذا هوست كل ما يكون الجزيئه من نوع بعيد كل ما تكون مور اميونوجينيك. الجينيتك فاكتور اكو لو اخذنا عده اشخاص وانطيناهم انت يعني انتيجين معين شوف الريسبونس يختلف واحد يكون انتيبادي واحد بسرعه واحد يكون انتيبادي ببطء واحد ما يكون اصلا فاكو انتيجينك فاريشن. الروت اوف انتيجين ادمنستريشن احنا منين نطينا الانتيجين عن طريق مثلا الانجكشن عن طريق الاورالي مثلا او عن اي طريق اخر تحدد نوبات الانتيجينات اذا تطيها عن طريق الدم مثلا ما يصبح انتيجين ما له قيمة لكن اذا تطيها عن طريق طريق اخر يكون انتيجينك. فاذا الروت اوف ادمنستريشن اوف انتيجين كلش مهمة. ريبيتد نمبر اوف دوز اوف انتيجين احيانا الريسبونس تكون افضل كل ما نكرر يعني الدوز اوف انتيجين.
ولهذا باللقاحات نعطي جرعه عده جرع حتى نزيد من الميموري سيل ونزيد من الانتي بودي. المالتيبل انتيجين احيانا لو خلطنا اكثر من انتيجين انتيجينين ثلاثه وانطيناهن راح يصير هنا شغلات يعني اكو بيها فد تغييرات تصير، مثلا يا اما الاستجابه لمثلا انتيجينين اثنين بنفس القوه او واحد يبقى واحد يصير الاستجابه لانه يصير انتيجينيك كومبيتيشن يسموه، صير منافسة بين الانتيجينات على الاميون سيستم، فواحد منهم احيانا يتعطل. effect of prior administration of antibody. هنا هسه هذن الصفات اللي اخذناها هنا والعوامل المؤثرة بالانتيجينيسيتي، هنا larger is the size more potent is the molecule. كل ما تكون الجزيئة كبيرة كل ما تكون افضل، فالجزيئات اللي اقل من 10,000 دالتن ما تعتبر انتيجينيك، ما تسوي اندكشن للاميون ريسبونس. الكيميكال نيتشر هنا البروتين هو الافضل، يجي وراء الكربوهيدرات بعدين الليبيد والنيوكليك اسيد بالتتابع يعني. السبتابلتي اوف انتيجين تو تشو انزايم ما حكينا عليه، كل ما تكون يعني الانتيجين سبتابل تو اكشن اوف تشو انزايم كل ما يكون تكون الماده اميونوجينيك افضل. فالديجريديشن اوف انتيجين تحطم تحطيم الانتيجين بروسيسنج هاي العمليات تحول الى ميونوجينيك فراجمنت و نمبر اوف ابيتوب راح يكون معرض للميون سيستم. الستراكشرال كومبلكسيتي الهومو بوليمر افضل يكون عاده الهومو بوليمر يكون عاده نن انتيجينيك ما بي اميونوجينيسيتي ما بي، يعني لو اجيب مثلا امينو اسيد واحد، منو بالكم امينو اسيد واحد؟ ولا مثلا اي واحد من ذني الامينو اسيد ابسطهم، اجي اربط امينو اسيد بامينو اسيد بنفس الامينو اسيد بنفس جزيئه واسوي سلسله هومو من نوع واحد من الامينو اسيد ما راح يصير انتيجين، حتى لو المولكيولر ويت مالته عالي. بس كل ما يصير بوليمر مو مونو مو هومو بوليمر، لا بوليمر يعني اكثر من امينو اسيد من اكثر من نوع من نوع امينو اسيد راح يكون اميونوجينيك افضل. وكل ما نضيف الاروماتيك امينو اسيد يكون افضل، خاصه اللي بيها تحتوي على الكبريت تحتوي على هذه بيها حلقات البنزين. شوف التراكيب مال الامينو اسيد فاللي بها الاروماتيك هذه تكون هي اكثر انتيجينيسيتي يعني اكثر اميونوجينيك تكون. الفورنس تو ذا هوست العامل الاساسي بها اللي يحدد الاميونوجينيسيتي الحقيقه الفورنس. هاير از ذا فايلوجينيك ديستانس بتوين the antigen and the host more is the immunogenicity. كل ما يكون ان الانتيجي العفو التو سبيشيز متباعده اكثر كل ما تكون الاميونوجينيسيتي عاليه. الجينيتك فاكتور قلنا لو اخذنا عده اشخاص وانطيناهم نفس الانتيجي نفس الجرعه راح يكون الريسبونس يختلف. الاوبتيمال دوز اوف انتيجين An antigen is immunologically active only in the optimal dose. لازم نختار الجرعة المناسبة. يعني إذا كمية الأنتيجين قليلة ما تسوي تخلي الجزيئة يعني ما تكمل الأكتيفيشن مالتها تي سيل مثلا ما يصير لها كومبليت أكتيفيشن. زين؟ فهذه العملية تتعلق بالدوز، نزيد الدوز نزيد الاكتيفيشن اوف ذا تي سيل مثلا. الروت اوف انتيجين ادمنستريشن هذا حكينا عليه، كل ما يكون يعني نوبات بعض الانتيجينات تعطي اورالي ما له قيمه لكن تعطي عن طريق البلاد يسوي اندكشن للاميون سيستم، فالروت اوف ادمنستريشن جدا مهم. Repeated dose of antigen
كل ما نزيد يعني repeating يعني more than one dose كل ما يكون يعني تتكون الميموري سيل، وهذا الميموري سيل راح بالسكندري راح يصير اميون سكندري اميون ريسبونس من نعطيه مره ثانيه، فيعني يصير اكتيفيشن للميموري سيل وبالتالي الريسبونس يكون سريع وكميات الانتيبودي اللي تتكون تكون اعلى. مالتيبل انتيجين اذا قلنا يصير انتيجين كومبتيشن احيانا، واحيانا اثنين يشتغلان واحيانا واحد يثبط الثاني. الاجوفينت دائما هذه يجي ذكرها، اي ماده ذات انهانس ذا اميونوجينيسيتي اوف ان انتيجين، نوبات الانتيجين نضيف له اجوفينت وهذا يزيد من الاميونوجينيسيتي حتى بالفاكسين بالفاكسينيشن نخلي اجوفينت ويا الجزيئات مال الانتيجين، الجزيئات اللي يحطوها مال الفيروس او البكتيريا مثلا او التوكسين يخلون ويا شنو اجوفينت، ماده تساعد الانتيجين وتحوله الى مور اميونوجينيك. الميكانيزم اوف ادجوفينت اكشن شلون يشتغل؟ هذا ياخر الريليز اوف انتيجين يرتبط به، ومن داخل الجسم يقوم يطل الانتيجين شويه شويه على على يعني مراحل، فاذا ما يخليه ينطلق وبالتالي دائما يحفز الاميون سيستم ويعطينا يعني ريسبونس ممتاز. اكتيفيتنج فاجوسايتوسيس يشجع الفاجوسايتوسيس by activating T helper cell، ايضا ال T helper cell راح يصير لها more activation ويكون لنا الجرانيلوما formation، هاي الجرانيلوما اللي تتجمع بها الخلايا الاميون سيل لمكان معين. effect of prior administration of antibody، primary immune response is more susceptible to get suppressed than the secondary immune response. البرايمري كل شيء حساس، يعني اول مره نعطي الانتيجين يعني للهوست هذا تكون العمليه اولا تتاخر وتاخذ وقت واكو فد لاج فيس احنا اخذناها مرينا عليها، فهذه يكون كلش حساس، بينما بالسكندري لا، الميموري سيل جاهزه وراسا مجرد انه يدخل الانتيجين يصير اكتيفيشن ويصير الاميون ريسبونس. الانتيجينات عندنا شكلين، واحد تي سيل ديبندنت انتيجين، واحد تي سيل اندبندنت، واحد ما يصير يعني واحد يعني البي سيل مرة تحتاج التي سيل حتى يصير لها اكتيفيشن ومرة ما تحتاج، وحكينا عليها قلنا هذا التي ديبندنت خاصة بالانتيجين اللي هو بروتين، تاخذ الماكروفاج وتسوي له بروسيسنج وتسوي له بريزنتيشن ويسوي تي سيل اكتيفيشن، هذا اذا الانتيجين هو تي يعني تي ديبندنت، تي يعتمد على التي سيل. هنا البي سيل ما تسوي ريسبونس الا اذا اجتها التي سيل وسوت لها فرزت لها سايتوكاين وسوت لها اكتيفيشن، فاذا تحتاج الى التي سيل فور اكتيفيشن اوف ذا بي سيل. والاكتيفيتد تي سيل سكريت سايتوكاين قلنا اللي هو بدورها شو تسوي ستيميوليشن للبي سيل to produce antibody، فاذا بهاي الحاله البي سيل الصادف الانتيجين وترتبط به ويصير لها اكتيفيشن بس ما تنتج انتيبودي، شو تسوي؟ تجي التي سيل اللي هي ايضا هو نفس الانتيجين انعرض لها وصار بها اكتيفيشن وبدت تفرز سايتوكاين اللي هي تي هيلبر 2، خلي بالكم تي هيلبر 2 اللي هي متخصصه بالبي سيل، فتقوم تفرز انترلوكينات او السيتوكاينات وهذه تسوي اكتيفيشن للبي سيل تو بروديوس انتيبودي. التي اندبندنت هذه عاده هي لايبوبوليسكرايد، هي مو بروتين ابدا مو بروتين، هنا البي سيل يصير لها يعني فول اكتيفيشن بدون الحاجه الى تي سيل اللي هي مثالها البكتيريا الكبسول
البوليسكرايد والفلاجيلا انتيجين واللايبوبوليسكرايد الموجود بالاوتر ممبرين اللي اخذناه بالجرام نيجاتيف. زين فهذني ما يحتاج يعني تي سيل فور اكتيفيشن اوف بي سيل، هي البي سيل وحدها بدون الحاجه لها. هذه شنو يعني صفاتها؟ directly bind to immunoglobulin receptor، قلنا رأسا يجي هذا الانتيجين البوليسكرايد او الفلاجيلر انتيجين او البكتيريا الكبسول، يرتبط مباشرة بالريسبتر مال البي سيل اللي هو immunoglobulin. زين و طبعا يصير بولي كلونالي، يعني مو بي سيل واحدة، عدة بي سيل يصير لها اكتيفيشن، وبالتالي الانتيبادي مو يعني مضبوط، وكمية الانتيبادي اللي تتكون كميات هواية بس هو مو سبيسيفيك مثل المونوكلونال انتيبادي بوليكلونال. هذا لان المونوكلونال يجي من بي سيل واحدة من ام واحدة. زين تي اندبندنت انتيجين كان اكتيفيت بوت الماتور والاماتور بي سيل، يصير لها اكتيفيشن في حاله، وبالتالي راح يعطينا كميات انتيبادي هوايه، ويصير عندنا الهايبر جاما جلوبولينيميا، يعني نسبه الانتيبادي يصير هوايه، بس هو يعني انتيبادي مو مثل ذيك الفائده، وما تتكون ميموري سيل. ميموري سيل تتكون فقط اذا كان الانتيجين بروتين والتي سيل تتدخل تو اكتيفيت بي سيل، وبهيك حالة تتكون الميموري سيل. هنا نسوي لك جدول مقارنة بين التي سيل والبي سيل، بين التي اندبندنت والتي ديبندنت انتيجين، وهذا الحكي اللي حكيناه كله حاطه لك في جدول، ويعني كلهن سهلات، بس لكو نقطة ما تعرضنا لها. البي سيل ستيميوليتد اجينست تي اندبندنت انتيجين دو نوت اندرجو افينيتي ماتشوريشن اند كلاس سويتشنج. اكو نقطة جدا مهمة بالتي اندبندنت انتيجين اللي ما يحتاج تي سيل، يعني بالبوليسكرايد وبالكابسولر انتيجين وقلنا الفلاجيلر انتيجين ذن اللي عددناه. هنا ما راح يصير عندنا حالة الكلاس سويتشنج، يعني الانتيبادي اللي يتكون هو من نوع واحد اللي هو اي جي ام ما يتكون، او احيانا اي جي جي 3 نوع من السب تايب من الاي جي جي، بس هو بشكل رئيسي الاي جي ام. زين والافينيتي ماتوريشن ما راح تكون، ما راح تتكون. ليش؟ لانه قلنا الافينيتي ماتوريشن اللي بعدين الخلايا بالنهايه فقط عند ما تقل كميه الانتيجين، فقط الخلايا اللي هي سبيسيفيك تقوم تطلع لنا انتيبادي، وتطلع انتيبادي وذ هاي افينيتي تو ذا انتيجين، فالحاله هاي نسميها بالافينيتي ماتوريشن. هذا السوبر انتيجين، نسمع بالسوبر انتيجين وهوايه نتعرض له، احنا نتعرض له احيانا يصير تسمم غذائي بالستافيلوكوكاي، يعني نتيجة ايضا للسوبر انتيجين. هذا السوبر انتيجين شنو؟ هذا يجي يربط التي سيل ريسبتر مع الام اتش سي كلاس 2، يشدهن واحد للثاني ويخلي اكتيفيشن للتي سيل، يعني مو سبيسيفيك اي تي سيل يجي يكمش بيها هيك مثل السلسلة يربطها، ويسوي لنا هذه المشكله، يخليها تفرز كميات كبيره من السيتوكاين، وهذا السيتوكاين مشكلته مشكله بالنسبه انه احيانا يسوي عندنا الدوار والتقيؤ خاصه بالتسمم الغذائي. السبب هو الحقيقه لهذا السوبر انتيجين اللي هو توكسي. هذا الحكي اللي حكيناه بهاي، وهذا بهاي الطريقة سوف تشوفوه بالحالة الفوق النورمال. هذا البروسس انتيجين باي ماكروفاج راح تعرضه للتي هيلبر 2 هذه، ويسوي لها اكتيفيشن وتفرز سايتوكاين، يسوي لنا اكتيفيشن للبي سيل هاي لونها الازرق، وطلع لنا الانتيبادي. بالحالة الثانية
لا شوف هذا ال binds non specifically to be beta region of T cell receptor. ال cell receptor بيها two chain, واحدة ألفا واحدة بيتا, فيربط البيتا مع ال MHC class 2 وبدون لا أنتجين ولا هم يحزنون, هيك مجرد يعني من الخارج زين, ويسوي اكتيفيشن للتي هيلبر 2 وتفرز كميات كبيره من السيتوكاين ويخليها تفرز ايضا كميه من الانتيبودي, ويصير عندنا حاله الهايبر جاما جلوبولينيميا. وشكرا جزيلا.